واحد قال لي واش البنات كيضيعوا الفورمه، هنجاوب على هذا السؤال في الاخر ديال الحلقه ان شاء الله. انت تتكلم قد مات، لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. السلام عليكم خوتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. موضوع جديد، فيديو جديد. عندي شي اسئله اجلتهم دابا شي هادي ما نقول لك شي شهرين ولا وصلوا لي هاد الاسئله هادي. كل نهار كنقول يوم غنديروا يوم غنديروا يوم ان شاء الله غنجاوبوا. كاين شي اسئله محرجه نجاوبوا عليهم في الاخر ديال في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. اول سؤال، هذا واحد الدري قال له المدرب ديالو ما تاخذش المكملات الغذائيه الا بعد 6 شهور، ما عرف منين جاب هذا العلم هذا. شوف اخويا، خذ المكملات الغذائيه اللي كتحتاج، واخا من ديك النهار اللي بديتي في لونطريمون، ديك النهار اللي مشيتي للصال خذ المكملات الغذائيه. علاش؟ انت غتاخذ المحتويات المحتاجات ديالك اللي غتحتاج انت، يعني نقول بروتين، خصك بروتين. الوزن ديالك مضروب في 2.5 كيعطيك شحال كتاخذ بروتين. الوزن ديالك ضربو في 2.5 يعطيك شحال غتحتاج د بروتين. و الا خصك شي مكملات اخر، شوف انت شني ناقص لك وشني ما تاكلش. الا تقدر تجيب هادشي من الماكله بلا ما تاخذ المكملات. دابا الناس عندهم الغلط في المكمل. المكمل راه مصنوع من مواد طبيعيه، بحال واي بروتين مصنوع من الحليب، شلش الحليب، يعني ديك الرايب فوقاش كيديروا الرايب، ديك الماء اللي كيكون هذاك هو باش كيعدلوا واي بروتين. وكيعدلوا فين كيتصنع واي بروتين؟ تما كيتصنع الحليب ديال الدراري الصغار. وحنا كنعرفوا بان الدراري الصغار هما اللي عندهم معده حساسه بزاف، الا عطيتي لها شي حاجه ماشي هي هذيك غيمرضوا ويتقيوا ويدي. هذا ما كان. السؤال الثاني، واش الخفيف هو اللي كيساعد في التنشف؟ يعني الوزن الخفيف واش كيعاد يساعد في التنشف؟ هذه قصه خرافيه كانوا كيديروها الناس، كيقولوها الناس شحال هذه قبل ما يكون يوتيوب، قبل ما يكون هادشي هذا التكنولوجيا. هذه الناس ما كانوش كيعرفوا، كيصحاب لهم داكشي بصح. الناس اللي كانوا كيمشيو يشاركوا باش ينشفوا داكشي، كينقص الكربوهيدرات، كينقص الكربوهيدرات، وكاين اللي كيوقفوا وكينقصوا بزاف الدهون وهادو باش ينشف. اذا فوقاش كتنقص هاد الكربو خصوصا الكربوهيدرات، يعني الثقل ما تقدرش هاز الثقل. وفي لاصال باش ما يبانوش بانهم ضعافين في الثقل وداكشي، كيقولوا حنا راه كنضربوا بالخفيف حيت كنوجدوا للبطوله. اليوم ما كاين لا الخفيف لا والو، داكشي كلشي في الماكله. لونطريمون كيبقى هو هو، البروغرام كيبقى هو هو، يا لا كل مره كتبدل الاخر، يعني كتبدل دروبسات سوبر سات سوبر سيري بزاف. المهم هذا ما كان. اما الخفيف ما كينشف ما كيدير والو، والثقل ما كيماصي ما كيدير والو. هي كلشي في الماكله، الطريقه ديالك الماكله، واش اللي كتاكل، واش كتنعس مزيان، واش كتخدم مزيان. هذا ما كان. السؤال الثالث، واش نقدر نوصل لمستوى ديال المحترفين؟ انا نهضر معاك نيشان، نجي جود، انت بالماكله والمكملات الغذائيه غتوصل لواحد النيفو مزيان. ولكن باش توصل للنيفو باش تشارك به، طلع الخشبه وتشارك في بلايص كبار، يعني مع الناس كبار، ضروري خصك من الدوباج، الهرمونات، المنشطات، يكذب عليك الكذاب. كلشي اللي كيطرعوا يشاركوا كيستعملوا المنشطات، الا دوك القلالين هذا اللي كماس فيزيك، دوك ديال يعني اللي كيديروا داكشي غير الحومات نقولوا، ولا بحال النادي مع النادي، ولا البلديه مع البلديه، يعني الدراري كيطلعوا تما وصافي، اللي كيترينوا طبيعي. اما باش تطلع تحترف ولا تطلع واشي مستوى عالي وتشارك مع الناس، عرف بان
المنشطات اخويا المنشطات اكدبوا عليكم، هذا راه المجال ديالي انا، راه كان عندي لاصال وكنت كنبيع هاد المنشطات هادي، كنا كنبيعهم، كنا كنجيبوهم وكنبيعهم للناس وكنبيعو البروتين وكنبيعو كيجيو كان الناس كي الله يسمح لنا. كيفاش هذا السؤال الرابع، كيفاش ديال واش مزيانين، كيفاش غنعرف الجينات ديالي واش مزيانين ولا خايبين؟ نورمالمون السؤال ماشي هيدا، نورمالمون السؤال خصو يكون قالك واش نقدر نعرف الجينات ديالي واش مزيانين ولا خايبين. السؤال نورمالمون خصو يكون كيفاش خصني نوصل للهدف ديالي وننجح في في الاخر في المسيره ديالي الرياضيه واخا عندي الجينات خايبين. الى عندك، لان الجينات كيلعبوا واحد الدور كبير في كمال الاجسام، بنادم اللي عنده الجينات دغيا كيبان، كيتريني غير شويه تبان عليه، بنادم اللي ما عندوش الجينات خصو الخدمه مزيان، خصك تخدم وتعرف تاكل وتشتاد. كاين تما ابطال العالم مستر اولمبيا عندهم الجينات ماشي مزيانين، ولكن مع المواظبه والخدمه والتكرفيس وداك الشو والصرامه، ويعني بنادم كيحاول نجحوا وصلوا الاولمبياد وربحوا مستر الاولمبيا. الا بغيتوا تشوفوا راه كاين كلشي في يوتيوب، غتدخل غتعرف شنو كاين، كلشي بالاخر بالصبر والنظام الغذائي والانترينمون او جود ماشي جود، ما كاينش هيدا ما تفعفعش، تريني نيشان، الا غتريني تريني نيشان، ما ديرش بحال اللي كنا كنديرو حنايا. دابا حتى حنايا عاد بدينا كنترينيو شويه نيشان، اما قبل المره الا في المغرب، فاش كنت في المغرب كنت كنتريني مزيان. المهم جينا هنايا بغينا خسرنا. السؤال الخامس، واش خصني نوزن الماكله قبل ما تطيب ولا حتى تطيب؟ يعني واش خصني نوزن الماكله قبل الطياب ولا بعد الطياب؟ ما قلت لك الماكله ديالك وزنتيها قبل الطياب ولا بعد الطياب بحال بحال. شوف انت كيفاش بديتي يعني في المسيره ديالك الرياضيه، كيفاش كتوزن الماكله، واش كتوزنها دائما طيبه كمل ايدك، ولكن الا كتوزنها دائما ما طيباش كمل ايدك. ملي بديتي من الاول كتوزن كمل على ديك المسيره هذه باش تبقى في النيفو ديالك، ماشي الجسم تبدل له. يعني انت الا كتاكل 200 غرام ديال الرز بسمتي، 200 غرام ديال الرز بسمتي ما طيباش، ولا طيبتيها كتولي 250 غرام راه ماشي مزيان، خليها في ديك خليها في ديك ما طيباش، وزن خليها عيدك ما طيباش، كلها وزنها كلها بلا ما يعني وزنها 200 غرام ديالك وكلها بلا ما توزنها بعد الطياب. اما بنادم الا كيطيب عاد كيوزن عاود يبقى على الطياب ديالو والميزان ديالو، هذا ما كان. ننتقلوا للسؤال السادس، واش نشرب الكرياتين في ايام الراحه؟ واش نقدر نشرب الكرياتين في ايام الراحه؟ تقدر تشرب جميع المكملات ديالك في ايام الراحه عادي، واي بروتين كرياتين اوميغا 3 لي فيتامين، الا واحد المكمل ما تشربوش في ايام الراحه هو بري ورك اوت. بري ورك اوت ما تشربوش ايام الراحه، ما غاديش تحتاجو. اما بالنسبه لهاد المكملات ديالك ما غاديش يديروا لك الشحمه في الراحه ديالك عادي، ما غاديش تقول راه خصني نحرقهم، يعني راه خص شربت البروتين خصني نحرق، ما كاين لا الحريق لا والو، الماكله هذيك بوحدها، لان بعد فوقاش كترتاح، نهار اللي كترتاح فيه تما كتاكل عضله وكتكبر. واحد قال لي ما عجبتنيش الفورمه ديالك وما خصنيش نولي بحالك، ما عمرك تولي بحالي. واحد قال لي واش البنات كيضيعوا الفورمه؟ البنات راه كيضيعوا كلشي ماشي غير الفورمه. بيس يا مان بيس. واحد الدري قال لي يعطيني نصيحة تفيدني في حياتي. النصيحة تفيدك في حياتك، خصنا غنشربو عليها واحد الدكة ديال العشوب، هادي راه فيها العشوب، جميع العشوب درتهم هنايا، فليو
مينتا، الزعتر، وواحد النبتة أخرى ما عرف شنو سميتها. المهم العشوب راه مزيانين مزيانين الصحة، هادي غير نصيحة ندخلوها في هذا الفيديو. هذا العشوب مزيانين مرة نرخصو بنادم يشرب العشوب، أونتي أوكسيدونت، كيصفيو الكبدة، كيصفيو الدم، كيصفيو بزاف ديال الحوايج، وكيعطيوك المناعة، كيعطيوك المناعة مزيان، لأن الأجداد ديالنا كيستعملو غير العشوب. أي حاجة تحرق ليهم الكرش، أي حاجة يشرب غير العشوب، هذا هو مزيان. ولكن تعرف العشوب للمصالح، كل حاجة للمصالح. النصيحة تفيدك في حياتك، النصيحة تفيدك في حياتك هي دير الحاجة اللي كتعجبك انت، ما ديرش حاجة اللي كتعجب الناس اخرين. الحاجة اللي كتعجبك انت ولكن فيما يرضي الله، يعني ماشي حاجة خايبة. حنا كنهضرو في الماء، عجبك تريني الحديد، وخا يقولوا لك في داركم ما ترينيش ولا شي حاجة، انت راه عجبك، حبك، حبيتي ديك الحديد وداكشي، تريني الحديد. عجبك دير شي حاجه في حياتك، انت هو المسؤول امام الله ومسؤول امام نفسك يوم القيامه. يعني اي حاجه بغيتيها انت ما يدخل فيك حتى واحد، انت بينك وبين الله، حتى واحد ما يتحاسب بلاصتك، حتى واحد ما يمكن بنادم ينصحك الا راك في الطريق خايب. ولكن ان انت عارف راسك في الطريق نيشان، ابقى في الطريق نيشان، وبعد الناس الخايبين صاحبش مع الناس الخايبين، صاحب الناس اللي كينصحوك، اللي كيعطيوك نصيحة مزيانة، وكيوريولك العيوب ديالك، وكيهضرولك في الوجه. فقط لي شي عشبانة هنايا. هادي هو الجواب اللي غنعطيك. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا باللايك، ديروا اللايك، تشجعوا القناة، اللي ما شارك يشارك ويابوني معنا، وفعل الجرس، فعلوا الجرس باش يوصل لكم الجديد، كاين الجديد والجديد والجديد. واش شاركوا الفيديو مع اصحابكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.